أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: سجود الشكر هل لا بد له من طهارة؟ وما صفته؟ وهل له أن يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ الراجح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لا يشترط لهما طهارة، لأنهما عبادة مستقلة ليس من الصلاة. صلاة طهارة إنما تشترط للصلاة، وهذه سجود الشكر والتلاوة هذه عبادة مستقلة ليست صلاة، لا يجوز أن يسجد للشكر أو للتلاوة هو على غير طهارة.